أخبار المهرية باختصار: قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة استهدفت قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين. شهود عيان أشاروا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة عقب الانفجار في منطقة عمودية بمدينة زنجبار. مجلس التعاون الخليجي يدرس إجراء محادثات يمنية في الرياض، ودعوة الحوثيين إلى المشاركة. ووفقاً لوكالة رويترز فإن المحادثات ستتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب. السلطة المحلية في مأرب تعبر عن استغرابها من قرار منظمة أطباء بلا حدود وقف بعض أنشطتها. بيان السلطة المحلية قال إن المنظمة اتخذت قرارها دون مراعاة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في المحافظة. شركة سعودية تقدم عرضاً بقيمة 2,700,000,000 جنيه استرليني لشراء نادي تشيلسي. مصير النادي لا يزال غامضاً بعد حجز ممتلكات مالكه في بريطانيا. الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نزال في مبادرة غريبة من نوعها. ماسك نشر على تويتر بلغات متعددة دعوة لقتال بوتين رجلاً لرجل حول موضوع أوكرانيا. إلى اللقاء باختصار آخر.